هناخد النهارده حضراتكم في جوله لانجاز عظيم على كل مصري انه يفتخر ان الانجاز ده موجود في بلده، وهو محور رود الفرج، المحور اللي الحقيقه دخل موسوعه جينيس كاعرض جسر موجود في العالم كله، اللي بيبلغ عرضه 67.3 عشان يتفوق على كندا اللي كانت بتمتلك جسر عرضه 65.2، طبعا بالاضافه للممر والممشى الزجاجي اللي موجود على جوانب الكوبري، بحيث ان المصريين يبقوا ماشيين شايفين النيل من تحتيهم، حاجه جميله وحاجه مشرفه جدا. خلينا ناخد حضراتكم النهارده في جوله لمحور رود الفرج، الانجاز العظيم اللي على كل مصري انه يفتخر ان الشيء العظيم ده موجود في بلده. خليكم معانا. انا من هنا من شبرا، وشغلي في اكتوبر، وفر عليا حوالي بتاع ساعه يوميا مثلا. بالنسبة لنا حاجة جديدة، ودايما يعني كل مدى يبقى فيه أجدد وأجدد. الحاجة الوحيدة فعلا اللي الواحد مبسوط بيها، أنا جاي من الهرم لحد هنا في 10 دقايق. محور موازي دي مثلا احنا طبعا كنا محتاجينها، لكن كونه يتعمل بالجمال ده والشياكة دي والحلاوة دي والسرعة دي. أنا من سكان المنطقة هنا الخلفاوي، وشفت حاجات بتتعمل في سنين أكتر من كده بكتير. حقيقة العراقيين في الفيس والتواصل الاجتماعي نشروا هذا وقالوا أعرض جسر دخل موسوعة غينيس، فمبروك للعرب اولا والمصر ثانيا. ككوبري ممشى فيه زجاج، ان يبقى تحتيك النيل كده يبقى فيه دهشه ليك. انا كنت عند الدكتور وجايين في السكه، ابني قال يا ماما انا شفت الكوبري ده الصبح ومشيت عليه، قلت له طب طلعنا. طلعنا بصراحه انا مش حاسه ان انا في مصر، احلى حاجه في الدنيا بصراحه بتعمل. مش مصدقه. وسلمنا على الاستاذ احمد موسى، واحنا بنحيي السيسي ان هو عاملين حاجات حلوه والناس كلها بتتكلم عليها. كلموني كده كل واحد فيكم كمواطن مصري احساسه ايه؟ هي طبعا حاجه خيال طبعا، ونفتخر طبعا ان الحاجه دي اتعملت في مصر وكده، فاحنا لازم نفتخر بالحاجه دي عشان اتعملت في بلدنا وكده بس. واخيرا يعني عندنا حاجه حلوه نتشرف فيها، والممر حلو وكل حاجه حلوه يعني، والجو خيال، والكوبري اهو معمول من حاجه نظيفه وخامات نظيفه وكل حاجه. خش تحيا مصر ام الدنيا وهتفضل قد الدنيا، والف شكر لراس عبد الفتاح السيسي على المشروع الجميل اللي احنا عملناه ده، اعرب كوبري متعلق في العالم كله. تحيا مصر from Philippines, we love Egypt. طبعا انا جاي من اخر الدنيا عشان اتفرج، يعني انا شفت ده في التلفزيون بس ما كنتش متوقع ان انا هلاقي المشهد الحضاري والمشهد الخيالي ده، حاجه اوروبيه يعني. بنشكر السيد الرئيس طبعا على الانجاز الرائع اللي احنا اتفاجئنا بيه، يعني ما اعرفش اتعمل امتى بصراحه، احنا اتفاجئنا بيه يعني. انا مبسوط جدا، وعجبني الازاز ده وعجبني مصر قوي، حاسس ان هي مصر يعني انا عايز تبقى احسن، تبقى يعني تعمل شغل احسن، مع ان ده حلو بس يبقى احسن اكتر، نوافق اكتر. جميل جميل جميل، وربنا يخلي بلدنا يا رب تبقى كده جميلة ونظيفة ونحافظ عليها. اتبسطت قوي، جميل قوي، عجبني جدا، يعني ما اقدرش اقول انا حباه ازاي، مستحيل مصر. طلعنا المحتلين وتحقق لينا النصر، ما تقولوا يا مصريين مبروك فلتح يا مصر، أعدقنا ودوقناهم في الحرب كاسات المر، ودفعنا وعرفناهم اللي احنا الشعب الحر، مش ممكن حد هيقدر يستعمل شعب النيل، مش ممكن حد هيقدر يستعمل شعب النيل، والحاور رح يتكسر ويشوف على ايدنا الويل، ونقول له اطلع بره ده بلدنا قوية وحرة، والعهد ده عهد الثورة، إد واحدة ومتحدين، إد واحدة ومتحدين. ده يعتبر أول ممشى زجاجي موجود في الشرق الأوسط، فدي حاجة كويسة. أنا بس اللي خاف منه حاجة واحدة، اللي إحنا نبتدي يبقى فيه بقى جائلين ويبتدي يتشوه الصورة دي، عشان ده هيبقى مزار سياحي، يعني ده زيه هيبقى زي الأهرامات، زي البرج القاهرة. لازم هنشوف انتقادات، لو ما كانش في انتقادات مش هيبقى فيه إنجازات. احنا كلنا فرحانين، يعني ده حاجه اعجاز، كل حاجه جميله في مصر، بس يا ريت الناس كلها تحس بيها. مفيش في الدنيا اغلى من الوطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، هتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي، يا مصري ده انت امي وانت ابويا وانت ناسي،
في كل مكان أروح يقولوا مصري رفع راسي عاشق أرضي وسماكي وحبي ليكي ده شيء أساسي. مصطفى الشيمي على مسؤوليتي.